حياكم الله سادتي الكرام إلى النشاط الأسبوعي لمؤسسة الشهداء. أجرى رئيس مؤسسة الشهداء السيد عبد الإله النائلي زيارة إلى مجلس الخدمة الاتحادية، وكان باستقباله رئيس المجلس محمود التميمي. النائلي قدم شكره لرئيس المجلس للاهتمام بمؤسسة الشهداء، فضلا عن مناقشة تعيينات ذوي الشهداء ضمن قانون الأمن الغذائي، مؤكدا على ضرورة إعطاء النسب المقررة بالقانون والبالغة لكل شريحة من 15%. من جانبه أكد التميمي العمل على تدوير النسب بين الشرائح. أقامت الدائرة القانونية في مؤسسة الشهداء ورشة عمل لمدراء المديريات ومسؤولي الشعب القانونية، والتي تضمنت عدة محاور رئيسة ومن ضمنها محور التحقيق وأعمال التحقيق. رئيس المؤسسة السيد عبد الإله النائلي أكد على ضرورة القضاء على الضعف الموجود في بعض المديريات من خلال تفعيل التقييم الشهري والإنجازات للشعب والأقسام ورفعها لقسم المتابعة والتنسيق. من جانبه أشار نائب رئيس المؤسسة وكالة ماهر البياتي أن عمل الدائرة القانونية هو عمل أساسي، كونه على تماس مباشر بالحقوق التي تمنح لعائلة الشهيد والمصاب. وأوضح مدير عام دائرة ضحايا شهداء النظام البائد أيوب قاسم أن عمل المديريات يعتبر هو الركيزة الأساسية لمؤسسة الشهداء والأذرع التي من خلالها تعمل المؤسسة في جميع محافظات العراق. وجه رئيس مؤسسة الشهداء السيد عبد الإله النائلي باستقبال شكاوى ذوي الشهداء والمصابين وإنجازها بسرعة الممكنة. النائلي أكد أن نظام الشكوى يهدف إلى معالجة الانتهاكات وإنصاف الضحايا وتحقيق سبل الانتصاف الفعالة وتحسين جودة الخدمات العامة المقدمة لذوي الشهداء من خلال تسليط الضوء على أوجه القصور. استقبل رئيس مؤسسة الشهداء السيد عبد الإله النائلي الوكيل الفني لوزير الموارد المائية حسين عبد الأمير والمكلف بإدارة المصب العام في الوزارة أحمد كاظم. النائلي بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، موضحا آلية العمل والخدمات المقدمة لذوي الشهداء. من جانبه ثمن الوكيل الفني الدور الكبير الذي يقدمه النائلي في إدارة المؤسسة، مبديا استعداده لتقديم الدعم الكامل للمؤسسة. أجرى وفد مؤسسة الشهداء متمثلا بمدير قسم العلاقات العامة دائرة العلاقات العامة والإعلام عمار جاسم ومسؤول شعبة الجهات الحكومية وغير الحكومية عادل خالد زيارة لهيئة التقاعد الوطنية. جاسم وخلال اللقاء بحث مع وكيل هيئة التقاعد ومسؤول شؤون الحسابات علي عدنان موضوع الرواتب المتراكمة لذوي الشهداء والاستحقاقات من تأريخ قانون المؤسسة لحين المصادقة. بحضور نائب محافظ ديقار ومستشار المحافظ لشؤون الجرحى وبحضور مدير المديرية مهند شحتور وعلى قاعة بهو ديقار، وزعت قطع الأراضي الخاصة بذوي الشهداء وجرحى تظاهرات تشرين وشهداء الشرائح الثلاثة. الشحتور أوضح أن المديرية تسعى لتصفير كافة الشرائح وشمولها بأكبر عدد ممكن من قطع الأراضي السكنية. التقى مدير مديرية شهداء البصرة أحمد كاظم وسكرتير اللجنة الفرعية في المحافظة عقيل الحلوب النائب الأول للمحافظ محمد التميمي، وذلك لبحث آليات وسبل تخصيص قطاع أراضي سكنية لعوائل ذوي الشهداء من العمليات الإرهابية وتسهيل معاملات تمليكها لهم بالسرعة الممكنة. وسط احتفال أقامته مديرية شهداء كربلاء المقدسة، وزعت لجنة النظر في طلبات طعون ذوي الشهداء في كربلاء 40 قرارا تمت المصادقة عليها لشمولهم بقانون مؤسسة الشهداء. مدير المديرية سجاد الحسناوي بيّن أن توجيه رئيس المؤسسة بفتح هذه اللجان جاء لتخفيف الإبء عن عوائل الشهداء وتسهيل عملية ترويج معاملاتهم. عقدت لجنة تطبيق الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد اجتماعها الدوري في مقر مؤسسة الشهداء، وجرى خلال الاجتماع مناقشة المحاور والمواضيع ذات الصلة بحقوق واستحقاقات الشهداء في مفاصل الدولة كافة. هذا وترأس الاجتماع رئيسة اللجنة آلاء عبد الحسين وبحضور ممثل هيئة النزاهة فاضل يوسف مدير قسم الإحصاء.
زار وفد من مديرية شهداء الكخ مدرسة البذور الابتدائية الأهلية في منطقة الغزالية، وذلك للتنسيق معهم حول تخفيض نسبة من الأجور الدراسية للطلبة من ذوي الشهداء. اتفق الطرفان على تخفيض نسبة 50% من الأجور الدراسية للطلبة، وذلك إكراما لهم ووفاء لشهدائنا الأبرار. سادتي الكرام، إلى هنا وصلنا وإياكم إلى ختام نشاطنا الأسبوعي لمؤسسة الشهداء ختاما. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.